لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في مشاهد صادمة الله يسر، في مشاهد الله يسر، تقدر أنه نتطور وتولي شي حاجة ما لا يحمد عقباه. حنا هادشي اللي ما باغينش، حنا هادشي اللي ما باغينش، هادشي ووليدات الصغار والوالدين. هاد الرسالة ليكم، عافاكم وليوش عارفوا ولادكم فين كيخرجوا، عافاكم وليوش عارفوا ولادكم مع من كيمشيو. راه لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شافش عينيا في هاد اللحظات. وباقيين باقيين باقي الوليدات صغار كيدوروا قاصرين، الدراري صغار كيدوروا هنا بقنطره محمد السادس، كيرميو الحجر بكل تهور من القنطره، كيهدوا سلامه السائقين. شي 20 او 30 واحد باقيين صغار، الاعمار ديالهم ما كتعداش 15 عام، كيدوروا هنا بجنب قنطره محمد السادس اللي تشنات مؤخرا. حاولوا سلامتهم اولا وسلامة السائقين. يعني في مشهد صراحة صادم شفتو بأم عينيا. مازال قنطرة محمد السادس هي بجنب حديقة الصندي، وحديقة الصندي كتعاني واحد المشكل، ما كاينش إنارة، إنارة شوية ضعيفة. فالوليدات نقولوا هاد الدراري الصغار واقفين هنايا في هاد القنطرة هادي أو في هاد الجردة هادي، كيعبروا للضفة الأخرى بكل تهور، يعني كيجريو سائقين غاديين بواحد السرعه. انا كيعرضوا سلامتهم اولا وسلام السائقين في خطر. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا بالضبط في هذا المكان بالضبط كانت غتوقع الفاجعه، كان بالضبط كانت غتوقع الكارثه. الحمد لله على رسول الله. فنحاول انني نقربكم اكثر من الصوره. يعني هنا هاي الجرده كما كتشاهدوا معنا، فاناره شبه منعدمه، الدراري كانوا واقفين هنا شي 20 او 30 واحد، كيعبروا الضفه الاخرى وهازين معهم الحجر قاصرين، العمر ديالهم كيش عداش 15 عام، 20 او 30 واحد كيشيروا بالحجر، كيرميوا بالحجر بكل تهور صراحة، بكل تهور. سائقين غاديين بواحد السرعة وهما كيعبروا الضفة الأخرى بلا ما يشوفوا. فالحمد لله على لطف الله، الحمد لله على لطف الله. فهنا بالضبط من قنطرة محمد أساس اللي تسلاش مؤخرا. فراه الدراري صراحة بدون حس مسؤولية، فين هو دور الأسرة؟ هذا هو دور الأسرة اللي كندو عليها، دور الأسرة اللي كنتكلموا عليه. فمورا الفطور مش عارف ولدك فين خارج، مش عارف ولدك مع من غادي. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدي قناة شوف تي في، فرا الكارثة كانت غتوقع قبل اللحظات لولا ألطاف الإلهية. الحمد لله والشكر لأن ما وقع والو. في مشاهد صادمة، وهنا في هاد الصورة اللي كتشوفوا أمامكم واقف 20 أو 30 واحد كيرمي بالحجر الضفة الأخرى لمن ضد من مع من الله أعلم. المهم أنهم كيشيروا بالحجر. سائقين الحمد لله ما كاينش خسائر ماديه، تزقلق بهذه العباره